هل للجمعة أذان واحد أم اثنين؟ وإذا كان هناك أذانين فهل بينهما ركعات يصليها الإنسان أو لا؟ جزاكم الله خيرا. أولا تكمل الإجابة السابقة. الإجابة السابقة ما تفضلتم لي من بيان أوقات الإجابة منها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا والله الحمد واضح حقي. مثلا في جوف الليل، في ثلث الليل الآخر، وأدبار الصلوات والدعاء في السجود، وكذلك في آخر ساعة من يوم الجمعة وفي ليلة القدر، كل هذه أوقات للإجابة، كل هذه أوقات للإجابة ولله الحمد، وهي تتكرر في حياة المسلم وتمر عليه، فعليه أن يرتدها. أما بمناسبة بالنسبة للأذان يوم الجمعة، فإن الأذان الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأذان الذي عند دخول الخطيب، حينما يجلس الخطيب على المنبر، فله الأذان الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إعلام بدخول الوقت. أما الأذان الأول فهذا إنما أمر به عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، الخليفة الراشد الثالث من الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، وقد أمر به لمصلحة، أو أن الناس لما كثروا في المدينة وكثر البيع والشراء وصار الناس قد يتأخرون عن الحضور لصلاة الجمعة لعدم شعورهم بدخول الوقت، فإنه رضي الله عنه رأى أن ينبه الناس بالحضور فأمر بالأذان الأول. فكان رجل يؤذن على الزورة الثاني للمدينة الذي أن يتنبه الناس بصلاة الجمعة فيترك الأعمال الدنيوية ويتوجه لصلاة الجمعة، وفعل الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه هذا كان بحضرة الصحابة من المهاجرين والأنصار وإجماعهم على ذلك وعدم معارضتهم، وأيضا هو فعل خليفة من الخلفاء الراشدين، وفعل الخلفاء الراشدين قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين النهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. ولكن بعض الناس يؤخرون، أو في بعض البلدان يؤخرون الأذان الأول ولا يجعلون بينه وبين الثاني إلا 7 دقائق قليلة، وهذا ليس بمشروع ولا يأتي بالغرض الذي من أجله أمر عثمان رضي الله عنه بالأذان الأول. ينبغي أن يكون بينهما مدة بحيث يتمكن الناس عن الأذان الأول من الاستعداد والذهاب إلى المسجد مبكرين، أما أن يجمع أذانان في وقت متقارب فهذا يجب الفائدة من الأذان الأول ويصبح لا قيمة له، ويصبح أذانا مكررا لا قيمة له، وهذا يتنافى مع القصد الذي قصده عثمان رضي الله تعالى عنه. وليس بينهما صلاة في هذه الحالة، إذا تقارب الأذانان ليس بينهما صلاة خاصة، ولكن إذا أتمد الأذان الأول في وقته المبكر فمن حضر إلى المسجد فإنه يصلي، وإن أراد أن يصلي ويستمر بالصلاة إلى أن يخرج الإمام فهذا أفضل، وإن أراد أن يصلي ما تيسر له ويجلس يقرأ القرآن أو يذكر الله إلى أن يحضر الإمام فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.